أكيد كان من اللافت وجود أو تواجد 30 فتاة سعودية، مما يعكس التطور والتحول اللي بيصير مؤخرا في المملكة العربية السعودية. وكمان عندنا تفاصيل أكثر مع غزل. طبعا معنا عبر الهاتف الأستاذة العنود الرماح من الدمام، عفوا، الأستاذة العنود الرماح عضو مشارك في القمة. أهلا بك أستاذة عنود. أهلاً، هلا والله، يعطيك العافية. أهلاً أستاذة عنود، طبعاً في وجودك و29 امرأة في القمة 29 هذا فخر بحد ذاته لكل امرأة سعودية، فكل الشكر والتقدير لكم. لكن حدثينا عن دور المرأة الفعال في مثل هذه المحافل الدبلوماسية. طبعاً هو وجود المرأة السعودية بلا شك هو فخر لنا جميعاً، وجودنا في القمة العربية قمة القدس. كان للمرأة السعودية دور كبير ودور مهم جدا في مثل هذه المحافل. وجدنا المرأة السعودية في المراسم الملكية، وجدناها في المركز الإعلامي، وجدناها أيضا مشاركة المرأة من مجلس الشورى وسيدات أعمال ومقطاعات أخرى مختلفة. يعني أستاذ العنود، يعني المرأة السعودية في القمة العربية 29 أكيد كان لها عدة مهام، لو تحدثينا عن أبرز المهام التي قمتم بها. لو نتكلم على أبرز المهام، إحنا كان لنا دعوة رسمية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بتواجد زميلتي المرأة السعودية في القمة العربية. تواجدنا تقريبا إحنا 16 سيدة أو 14 سيدة، ماني متأكدة من العدد بالضبط. مثلنا قطاعات مختلفة، منها القطاع التجاري الاقتصادي، منها في الطب، منها في الهندسة، ومجلس الشورى كما ذكرت سابقا. تم دمج المرأة السعودية مع الوفود الرسمية اللي مثلت الدول الأخرى، وتحدثنا عن دور المرأة في السعودية، ولقينا كثير من الدعم والإعجاب على دور المرأة اللي ودعمها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إذا أستاذ العنود، لو تذكري لنا إيش كانت المهام اللي أوكلت لك تحديدا، وإيش قدمت لها، وإيش هي كمان بالمقابل اللي قدمت لك؟ كما ذكرت سابقا، احنا لا يوجد لنا مهام معينه كانت غير تمثيل المراه السعوديه. احنا جاتنا دعوه رسميه من خادم الحرمين الشريفين بتمثيل المراه السعوديه، وجلسنا مع مجموعه من قادات الدول العربيه وممثليها، وايضا مع الوزراء اللي يمثلون المملكه العربيه السعوديه، وتحدثنا عن دور المراه، وتم ايصال الرساله التي يجب إيصالها للجميع عن أهمية وجود المرأة السعودية ودعمها من المملكة. جميل جدا أستاذ العنود. كانت تجربة مشاركة الشابات السعوديات بالتنظيم في المركز الإعلامي في القمة العربية 29 محل إشادة الكثير من الوفود الإعلامية، برأيك هذه التجربة على إيش تدل، وهي فعلا كانت التجربة الأولى من نوعها؟ بالنسبة للمركز الإعلامي، ما أعتقد حتى تنظيم السيدات وجودهم في مثل هذه المحافل هو مش المرة الأولى، يعني بالعكس كان تواجد المرأة السعودية خلال السنوات الماضية وجودها في معظم المحافل. في المركز الإعلامي وجدنا كثير من خلال وجودنا في القمة سعادة أو تعاون أيضا الجهات الإعلامية الأخرى من الدول الأخرى مع المركز الإعلامي السعودي، سواء من الطاقم السيدات أو الرجال، وأشادوا بالدور الكبير الذي قام فيه المركز الإعلامي بوجود السيدات. جميل جدا الأستاذة العنود الرماح، شكرا لك على تواجدك معنا. يعني كانت من الأشياء اللي جدا رائعة ونفخر فيها كسيدات سعوديات وجود نساء في القمة 29 العربية. صحيح. يعني إيش ممكن تشوفوا أنه كان أبرز الأدوار اللي صارت غير اللي قالتها أستاذة العنود؟ يعني أنا بالنسبة لي، يعني كفي دعوة خادم الحرمين الشريفين أنه العنصر النسائي يكون موجود في القمة، هذه بحد ذاتها خلاص. صحيح. بالنسبة يعني الحلو انه كنا ولاول مره يكونوا مشاركات بهذا العدد في القمه العربيه، وخصوصا من هم كمان يبدوا برايهم او وجهه نظرهم بما يخص الكثير من التفاصيل اللي سمعناها ذكرت في القمه العربيه، واكيد قضيه قدس المحتله كالعاده. بالطبع. طبعكم عوده من جديد الى الاستاذه العنود الرماح. اهلا بك استاذه عنود من جديد. أهلين، هلا، حياك الله أستاذ عنود. خليني أسألك، كيف لمستوا كسيدات ردود أفعال الوفود الإعلامية المشاركة؟
طيب احنا ما بنتكلم بس على الوفود الإعلامية، حتى الوفود الأخرى. يعني احنا كنا لما نتكلم على طاولة تجمعنا احنا مجموعة من الوفود مع الوزراء ومع بعض من سيدات الأعمال أو سيدات المجتمع، كنا نرى سعادتهم بتواجد المرأة السعودية معهم في مثل هذه المحافل. واحنا نتكلم اسمع في الحوار او الجانب الاخر من وفود اخرى من مناطق او من دول اخرى انه سعيد جدا بتواجده بالقرب من المرأة السعودية، ويسمع الانجازات اللي قامت فيها المرأة السعودية خلال السنوات الماضية طبعا وفي الفترة الحالية. فكان جدا جميل صراحة ما نسمعه من 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 الدول الاخرى ونظرتهم الجيدة او الممتازة على المرأة السعودية. جميل جدا. استاذة العنود، ايضا احنا عارفين انه المرأة مشارك فعلي واساسي في صنع القرار وبناء الوطن، ماذا ممكن ان تعكس هذه القمة 29 لدى السيدات المشاركات؟ طيب كما ذكرت سابقا طبعا دور المرأة السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين على تواجدها من خلال تواجدنا في القمة، فما هو إلا حرص شديد من القادة تواجد المرأة السعودية وتمكينها أو سيدات في القطاع الهندسي أو في الطب، وشفنا برضو موظفات من بعض الشركات الكبرى وقطاعات ثانية. ليه كان الحرص أساسي على هؤلاء السيدات المنجزات في هذه القطاعات المختلفة؟